السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كدايرين المتابعين والمتابعات؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. عيدكم مبارك سعيد، تمنى تكونوا دوزتوه بخير وعلى خير منتوما والعائلة ديالكم. تسمحوا لي تعطلت عليكم بزاف، ما بقيت صورت ما والو، عرفتوا راه مع ما كاينش التحفيز وما كاينش هذا، داكشي علاش الواحد صافي ما كيبقاش يبغي يصور. المهم هذا الفيديو انا راه صورته شحال هادي وما صافي وعكست وما بقيتش قدرت ندير ليه المونتاج باش نلوحو. ايوا المهم دابا جا وقته، قلت راه نديرو نلوحو غير باش نوقع عقلي. ايوا المهم البنات، المهم نفس المقاس هنايا عادي كيف الكروس كيف كندير ديما. راه شفتو في الاول ما بقيت كنهضر وداز، سميتو شفتو كيفاش جاو زوينين وفجفشين وديال القمح. هادو اللي الناس اللي كيضرهم الفورس ولا شي هذا، القمح الكامل راه صحي جدا ومزيان. هنايا البنات عندكم نص كيلو ديال، كندير في العادة نص كيلو ديال الفورس. هنا دابا غلبت القمح الكامل على الفورس، الفورس درتو قل من القمح، ودرت كاس ديال الزيت، كاس ديال سنيدة وسميتو والخميرة ملحة وهذوك المنكهات وصفار بيضة، يعني المنكهات هما حبة حلاوة والنافع الملحة صافي. وخليتهم يخدموا مزيان في العجانه. هنا كنوريكم صفار البيض بانني رانا خليت بانني راه درتو صافي. وهنا خليت العجانه كتدلك فيها مزيان صافي، تعجنات وغنخليها تخمر. هنا البنات بعد ما خمرات اولا المتابعين كاملين قد درتها قريسات، عرفتي البنات جاو بنان 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 رائعين، واحد البنه سبحان الله العظيم، بنه ديال القمح مختلفه على البنه العاديه. واخا في اللون ديالهم في التحميره ما كيجوش بحال ديال الفورس، ولكن جاو رائعين. هنا البنات كنضربهم شويه، شوف لاحظتوا ما كنضربش بزاف، غير شويه حيت هذا ماشي فورس الراسو، فهمتوا؟ فيه القمح دابا نخليهم يخمروا، يعني ما غاديش يتنفخ بزاف صافي. هنايا غنخليهم يخمروا، ما غطيتهم ما تجي حاجه، خليتهم هكاك عريانين وخليتهم يخمروا. هنا كناخذ صفار البيض كندير معاه شويه ديال الحليب وكنبدا ندهن به صافي. هنايا غندهن دهنهم كاملين بالصفار مع الحليب، ومن بعد غادي نرش عليهم شويه ديال الزنجلان كيف كتشوفوا. الا بغيتوهم يجوكم حامرين بزاف كثروا الصفار، انا يمكن هنايا كثرت الحليب، حاولوا نتوما ما تكثروش الحليب باش يجيكم يجوكم مذهبين اكثر من اللي جاوني انا صافي. ها هما كيف كتشوفوا انا درت غير شويه، قلت لكم غير نص كيلو صافي. ها هما هنايا دخلتهم الفران شوي شوي، كانوا يتحرقوا ليا، بقيت مجمع مع دعاء كنهضر معاها ونسيت الفران، حفظ الله وصافي حفظ الله. ايوا الحمد لله مع شي وحدات هما اللي تحرقوا. ايوا صافي، وتاكلوهم ان شاء الله بالصحه والراحه، وجاو رطبين وبنان بنان بنان رائعين ان شاء الله. دابا كنشوف فيهم وقلت ضروري خاصني نوض نعاودهم عاوتاني. هانتوما البنات نحلهم ليكم هنايا رطبين وهشاش، زعما اللي تيضروا الفورس وعنده مشكل مع الدقيق الابيض وبغى يدير القمح، هاهي بالقمح وجا زوين غزال. يعني هنا البنات راه اي دقيق بغيتو ديرو كتقدروا ديروه، غير يكون معاه الفورس، ضروري الفورس باش كيتنفخ. يعني الا بغيتو ديرو حتى الفينو راه غادي ديروه وغايجي حتى هو مزيان. شي مره نجربهم بالفينو نشاركهم معكم ان شاء الله. ايوا صافي البنات، كان هذا هو الفيديو ديالنا، نتمنى يعجبكم وديروا لايك واشتراك وفعلوا باش يوصلكم كل جديد كنا كنديرو. قولوا لي البنات الا تفرجتوا في الفيديو اللي قبل من هذا كيف جاتكم هذيك الطريقه ديال هذاك الخضره وداك الشيء، قولوا لي في التعليق كي جاتكم وجربوا هذه حتى هي راه رائعه جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى فيديو جديد ان شاء الله.